لما جه عندي 5 سنين رحت عندنا كابتن اسمه كابتن محمود نصر، طبعا بعد ربنا طبعا الراجل اللي هو اللي مرني ووداني الاهلي وكل حاجه. فكنت على طول بتمرن معاه بقى من صغري، من وانا عندي 5 سنين لحد يعني وانا في الاهلي. كان في اوقات كمان بروح اتمرن معاه، يعني في حاجات كده زياده كنت بروح اتمرن معاه وهو بيعلمها لي. فالراجل صاحب فضل كبير قوي طبعا عليا، فعمري ما هنساه له طبعا. قال لك ان انت محترف اه ولازم طبعا تبقى اه يعني بالظبط كده. وانا لما رحت الاهلي كمان اه بص عارف بقى يلعب حديد ولا ايه الايام دي؟ له هيبة كده اه يعني. انا لما رحت النادي هو اصلا ما كانش حد عارف ان انا رايح الاهلي، يعني اليوم اللي انا رحت اختبرت فيه ما كانش حد عارف. يعني هو كلم والدتي، كان والدي في الشغل، فكلم والدتي قال لها هاتي رمضان عشان في ماتش هنلعبه. فاحنا كنا على طول بنعمل ماتشات، مثلا نروح هنا اي حاجه بقى، بنروح نلعب ماتشات في 6 اكتوبر، نلعب ماتشات في الهرم كده. فروحت فانا عامل حسابي ان انا رايح العب ماتش، خدني معايا انا وزميل ليا اللي هو اللي جنبي رقم 12، ورحنا رايحين فينا كابتن بحسب رايح ماتش، رحنا احنا الثلاثه على اهلي مدينه نصر. هنعمل ايه يا كابتن؟ قال لي انت ده الاهلي وهنختبر وبتاع. قلت له كم سنة بقى كنت ساعتها؟ كان ساعتها عندي 2005، كان عندي 8 سنين بس. فقلت له طيب ماشي. فالاهلي بنلعب واحنا بنبقى الاختبارات قاعدين بره كده، ناس كتير جدا 50 بقى 100 حسب العدد اللي بيجي. وبعد ما بيخلصوا التمرين انت بتنزلي عشان تلعبي بقى اللي هم في النادي ماتش، يشوفوا مين احسن. فانا قاعد بقى مدينه نصر هناك الدنيا هو في عز الشتاء، وانا لابس تيشرت نص كم وعمال اعمل عمال بقى سقعان جدا ومش عارف اعمل ايه بقى، يعني شايف بقى النجيله قدامي وعايز انزل العب. فلقيته الكابتن راح جه فبنلعب ماتش. فاول كره خدتها كده رحت رقصت اللعيبه كلها بالجون ورحت حطيت الجون. فكابتن بدر رجب طبعا يعني برده ليه فضل كبير قوي عليا، راح ناداني قال لي تعالى تعالى تعالى. فقلت له لا يا كابتن سيبني اكمل انا فرحان بقى بلعب. قال لي لا تعالى. قلت له لا يا كابتن سيبني اكمل. قال لي انت مين اللي جايبك؟ قلت له كابتن محمود نصر. قال لي انت والدك معاك بره؟ قلت له لا والدي ما جاش. فقال لي طب تعالى. فقلت له طب اكمل. قال لي لا خلاص انت مش هتكمل انت بقيت معانا بس. وراح قال لي بقى كابتن محمود ده هات لي بكره والده وخلاص هو بقى لعيب معانا في النادي الاهلي كده بس على طول. من اول ترقيصه.